اكتر اكلات بتعجبني الباستيلا، بحبها مدمنه باستيلا. حتى في مصر بروح مطعم مغربي عشان اكلها. طاجين وبطبخه كويس انا في مصر. الكوسكوس برضو بطبخه كويس. بحب حاجات كتيره يعني من الاكل المغربي. كل اكل مغربي طيب، كل الاكل المغربي بيعجبني. يعني انا بحب جدا الباستيلا بالحوت وبالدجاج، بحب الطاجين، بحب الاسماك. اكلكم حلو قوي. الكسكسي المغربي، الخضار، الفراخ بالزيتون والليمون، الحريره بموت فيها اصلا، بحبها قوي. واحب الهريسه على فكره، انا غاوي حراق.